عارف حضرتك دايما يا كابتن الجمهور ناصر، لما حد بيسالني يقول لي هو ليه الحكام كده، فبقول لهم يا جماعه علشان يوم جاي حد ردد عليا ما بسال، يعني يقولوا لي اصله انتوا هنا بتضغطوا عليهم. طب بعيدا عن ماتشات الاهلي والزمالك، عشان كده انا قلت ايه في اول كلامي، لما الحكام بتيجي هنا بعيدا عن مباريات الاهلي والزمالك بتجد هناك اخطاء واضحه ليهم، مش ماتشات الاهلي وان انت بتضغط عليهم او ماتشات الزمالك وانت بتضغط عليهم. لا، هو كمان في نقطه كمان كابتن اسلام. اتفضل. يعني انا النهارده حكام الفار هناك في التزام، يعني معلش سامحني، يعني احنا هنا طبعا الدوري لا المصري قول يا ونجيب كابتن اللي حكام حضرتك عايزه. اتفضل. محترمه جدا جدا، طبعا. ولكن احنا ما شفناش حكم راح للفار لحد دلوقتي يا كابتن اسلام ورجع اختلف مع حكام الفار، وهو ده المهم صحيح. اللي احنا بنقول عليه ايه؟ صحيح. ان حكم الفار لما بيجيب الحكم، خلي بالك ما بيجيبهوش كده اي كلام، لا هو عارف هو بيعمل ايه. عشان كده بنقول ايه؟ يا حكم يا فار. لما بتجيب الحكم هناك عوامل طبقا للبروتوكول تجيبه فيها. نعم. بنشوف هنا في الدوري المصري الحكم بيروح للفار وبيرجع ما بيحتفلش. عارف هقول لك ايه؟ عارف هسألك السؤال اللي جاي ايه؟ هقول لك قد يكون حكم الساحة شايف نفسه أكبر من حكم الفار، وبالتالي عندما يتخذ حكم الفار هنا في مصر قرار بكذا، بتلاقي الحكم الساحة بيغير القرار، عشان هو حاسس ان هو ما ينفعش يتقال له. انا بشوفها كده يا كابتن، ما اعرفش صح ولا غلط، خلي بالك. والله مش هكون مجامل، يعني مش عاوز اقول لك انا هسقف لك يا كابتن اسلام، ولكن هي دي الحقيقه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده. انما يشعر الحكم ان هو اقوى من حكم الفار، ودي مشكله كبيره جدا، ودي مش مسؤوليه الحكام، لا هي مسؤوليه لجنه الحكام. خلي بالك احترام حكام الفار، لان حكام الفار هنا بيبقوا موجودين بتصحيح اخطاء الحكم. لا بالظبط. بس لازم يا كابتن اسلام يكون الحكم الفار نفس قدره الحكم ونفس كفاءه الحكم. ايوه. ما تجيبليش حكم، ما تجيبليش حكم درجه اولى واشاره دوليه وتحط لي حكم فار، انا اسف في الكلمه، يعني اصغر منه سنا، مش هقول كلمه يعني اصغر منه أو سنا لسه بادئ. او لسه بادئ، وتقول له يقول كذا، صح ولا مش صح يا كابتن ناصر؟ ما هو انت برضو كلجنه حكام. طب كابتن ناصر معلش عشان الوقت، هل حضرتك بعد نهايه مباريات الدور الاول نقدر نقيم الحكام انا وحضرتك في حلقه، يعني من خلال وجودك معانا نقيم فيها اداء الحكام؟ لانه انا برضو زي ما حضرتك قلت لما قلت لي التحكيم العربي، انا مش عايز اقول لك التحكيم العربي فقط، التحكيم العربي والتحكيم الافريقي، الحقيقه انا شايف بطوله مختلفه تحكيميا في كل الكاتيجوريز بتاعه الحكام بصراحه، يعني سواء حكام اسماء كبيره او حكام مصريين او حكام عرب او حكام عرب افارقه، يعني او افارقه. كابتن سلام سريعا كده هقول لك، امين عمر لعب تمام، رضوان جيد، المغرب عمل مباراه جميله جدا ما بين السنغال وزامبيا، صحيح. دحام بيدا لعب مصر وموزمبيق اللي هو المباراه اللي احنا لعبناها وكان هايل. معتز الشلماني اللي هو لعب مباراه الكاميرون وغينيا، جلال جايد اللي هو لعب بوركينا وموريتانيا، دول كلهم عرب. محمد عادل النهارده بيلعب، لسه كمان محمد معروف، ولسه مصطفى غربال، الاثنين دول حكام اعتقد يعني هياخدوا فرصه الفتره اللي جايه، بخلاف حكام الفار محمود عاشور ومحمود البنا، وعندنا كمان لحلو بن برهام الجزائري. كل الحكام العرب النهارده بيلعبوا بيأدوا بشكل كويس كابتن اسلام، وزي ما قلت حضرتك عندي احصائيات بجميع الحكام. حلو جدا. يبقى نعمل الحلقه ان شاء الله في نهايه هذه الجوله، لانها حلقه مهمه جدا جدا. بس قول لي ولا لا، هل حضرتك مع ان هناك تغيير او تغير في التحكيم الافريقي للافضل حتى الان في اول 3 ايام؟ هذه البطولة كابتن اسلام مش هبعد عن كلامك، انت قلت الصح، افضل بطولة تحكيمية حتى هذا التوقيت، حتى هذه المباراة، هذه البطولة التحكيمية، ان جميع الحكام سواء شمال افريقيا او حكام افريقيا ادوا مباريات كويسة جدا 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 حتى هذه اللحظة. زي ما قلت لك الدوافع موجودة والتنافس موجود، وكمان البروفيشنال ال 20 حكم بما فيهم حكم مباراة مصر وغانا، للاسف يعني ربنا يستر. ما انا لسه كنت هسالك عن هذا الحكم، ايه رايك في اوتشو؟ بير اوتشو اللي هو حكم مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه، وركله الجزاء الشهيره لمحمود كهربا، هقول تاني وشرحتها، هي اختها تماما، اختها الفار استدعاه، ماريا ريبيت جابته في لقطه جزاء اتحاد العاصمه، وراح ورجع وحسب، هي اللي لم تحتسب لمحمود كهربا في هذه المباراه، ظهر بعصبيه كبيره جدا في هذه المباراه، يمكن احنا حللناها عند حضرتك،
وقلنا ان الحكم ما كانش مسيطر على المباراه وكان منفعل جدا. ربنا يستر المباراه اللي جايه، ومباراه صعبه جدا جدا جدا، على الرغم ان هو من البروفيشنال وتحديده في ال 20 هو رقم 10 من الحكام اللي هم المحترفين. انت عارف المحترفين مرتبينهم كابتن اسلام صحيح من 1 ل 20، هو رقم 10 في التصنيف في البروفيشنال والحكام النخبه. اتمنى ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر ان شاء الله يفوز، واتمنى ما يكونش هناك اخطاء تحكيميه في هذه المباراه. طيب. يعني عندنا هذا الحكم موجود على الصفاره، ويعني بنقول يعني يا رب يا رب ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله كويسه، وان شاء الله يكون منتخب مصر له حظ في ان هو يعمل نتيجه، وان شاء الله على الاسبوع القادم نبتدي نعمل هذه الحلقات المتتاليه المتتابعه. نتمنى ان احنا نشوف هذا التحكيم سواء في افريقيا او عربيا افريقيا يعني على هذا المستوى الرائع حتى الان، وتكتمل البطوله بهذا المستوى الجيد من كل الحكام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا، دايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا.